ما حفظت القرآن قلت أبي أتعلم العلم الشرعي يعني نعم. أنا ما فدخلت كلية الشريعة 62 تبارك يمكن الله. دخل نعم. والحين بتخرج بعد أسبوع إن شاء الله. هذه يمكن جدة وعندها أحفاد لكن ما أشغلها شيء عن كتاب الله سبحانه وتعالى. والله أنا انحرجت. دكتور في قسم التخدير في بن سينا حفظ القرآن الكريم وعمره 70 سنة. أختي حفظت القرآن وعمرها 64 سنة. أنت ما موقعك من الإعراب؟ لا تقول أنا متقدم في السن. لا عذر. أنت ما هو عذرك؟ أنصحك من الآن أن تبدأ بحفظ القرآن وتعزم على ذلك. إذا استطعت أن لا تدخل القبر إلا والقرآن في صدرك فافعل.